أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما ولدتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله رسوله ولا تنزعوا وتشهدوا وتذهب ريحكم واصبروا إلى الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين أخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تروت الفئتان نكصوا على قبائه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عز حكيم. ولو ترى إن يدافع الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن أشار التمام بإن الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين أهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم بالحرب فشاور بهم خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين. ولن يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رماد الخيل ترهبون بعدو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليك وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم واسلم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يهدوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حاورد المؤمن على القتال. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم أهل فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من أمر سبق لمسكم فيما أخذتم في عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى
يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمل بعفو سبيل الله والذين آووا ورسولوا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولا يأتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم من دين فعليكم النصر إلا عليكم من بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ورسولا هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق قريب والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آمنوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين وأذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تطعوا فهو خير لكم إن تولوا فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا من المشركين ثم لم ينقصوا سوكم الشيء أول من الله وعليكم أدمى فإذا سنخ الأصل خرم فقاتوا المشركين حيث وجدوا ما خذوا ما سروا ما قعدوا لم كن لا موصلا فإن دابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما خلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجلوا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم لا يعلمون كيف يقول المشركين أهد إن الله عند رسوله إلا الذي أهد من المسجد الحرام فما استقاموا لكم واستقيموا لكم إن الله يحب المتقين كيف وإن يذروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأنتم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله لهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون بمؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآدموا الزكاة فخلوا فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد ما طعنوا في دينكم وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بإخراج الرسول وهم بدأكم أول مرة أتخشونهم والله أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويمسي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قول بهم ويتم المسلم والله المحكيم أم حسبتم أن تلقوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد للشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حمل أعمالهم بالنار خالدون إنما يعمر مساجد لمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله تلقهم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لهم بنعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
آباءكم أولياءكم من استحبوا الإيمان ومن يتولوا منكم أولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها بينكم من الله ورسوله ودية من سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم خذل أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن وأنزل الجنود لم تروها وعلم الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأنهم يظاهرون. قال الذين من قبل قاتلهم ولا يفكر اتخذوا أحبارهم وربابهم من دون الله والمسيح سُنِّي حَمْلَ مَرْيَمَ يَوْمَ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُرِيدُونَ أَنْ يُضَاعِفُوا النُّورَ اللَّهِ بِأَخْبَارِهِمْ وَيَبْغُوا اللَّهَ إِلَّا يَتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. والذين يغلزون الرعب في الضم ولا ينفقونها في سبيل الله بشرون بأذاب أليم. يوم يهمى عليها في نار جهنم تقوى بها جباههم وجنوبهم وذنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أوباط حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما الناس وزيادة بالكفر يضلوا بالذين كفروا يحلون عاما يهلمون عاما ليواتيوا عدة ما حرم الله يحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا وما ترى الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروا شيئا وهو على كل شيء قدير. إلا تنصروا فقد نصره الله من أخرج الذين كفروا ثاني اثنين ما في الغار إذ هما بالغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن أنزل الجنود لم روها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله ما استطعنا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أفالله كلمات دلم هذا تبين لك الذين صدقوا ودلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين لن يؤمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم متقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم في رمية ردد ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدد ولكن كان يوم يطمعون يقعد من قائد. لو خرجوا منكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفي
فيكم سماع البر عليم بظالم لقد بدأ والفسنة من ظلم قل بلك أمور حتى جاء الحق وضر أمر الله جاره ومنهم من يقول ضلني ولا نمتني ولا في البلاد سقط وإلى جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسنة تسهم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولاه وهو مرح قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن قل هل نربص نبينا إلا عند الحسنيين ونحن نربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند أو بأيدينا فتربصوا إلا ما كنتم تربصون قل أنفقوا دخلا كن لتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما آمن من تقبل منكم فقلتم إلا أن لم كفروا بالنبي الرسول ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا ما هم كارهون فلا واجبك أمل ولا أولاد من ما يريد الله ليغلبهم يا بالحياة الدنيا والدزاق أنفسهم كافر ويعرفون بالله إنهم لا منك وما هم منك ولكنكم قوم يفرقون لو يجدون مرجلا مغارات لمدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنكم من يلمسك من صدق السمين وعدوا من الرد وإلم منها إذا هم يصعدون ولو أنهم رضوا ما آتاهم ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله إنا لا يراقب إنما الصدقات من قراء المساكين وعابدين وعليها والمعلمة قلوب برقاب والغارمين من سبيل ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله رسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله رسوله بأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزل ما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهزرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم وعذب الطائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقون بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أنا مخالدين بها هي حسبهم أنهم الله أولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلقكم واستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقكم وخوضتم كالذي خاضوا أولئك حمل عمل في الدنيا والآخرة أولئك خاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من قوم نوح وثمود ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل من بينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم وأعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات النجد من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم أبواب جهنم بئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله أن يتوبوا يكن خيرا لهم وأن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
ومنهم من أهد الله إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فهم بآخر ما تولوا معرضون فأصابهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أهلكوا وما وعدوا ما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم السر ونجواه وأنه علام الغيب الذين يلمسون المطاعين من المؤمنين والصادقين والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم العذاب الأليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بنا رسول الله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعد من أبى رسولنا مكانوا أن يجادوا أموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخير وأولئك هم المفلحون فرح المخلفون بمقعد رسولنا مكانوا أن يجادوا أموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فاليوم نهلك كثيرا ولكم كثيرا جزاء ما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى الطائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبدا ولن تقاتل معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا توصوني على أحد منهم أتبادا ولا تكمل قبره إنهم كفروا بالله رسوله وماتوا فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إلا ما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون ولا تعجب أموال ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أولو الطولب وقالوا درنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا ما وجهت بأمل بأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك مفلحون أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار بذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس الضعفاء ولا المرضى ولا الذي لا يجد ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما تنقل لدهم لهم قلت لا أجد ما منكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا لما ينفقون إلى مساجد ولا الذين يستأذنونكم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.